جالسين نسولف مع بعض. يلا جالسين. طيب ايش رايكم احكيكم عن اول تجربة لي في الثلج؟ طبعا زي ما تعرفوا السعودية، فما أشوف ما نشوف ثلج هناك. وبعدين كمان عشت في الإمارات لفترة طويلة كمان، وطبعا ما في ثلج. قد سافرت في الشتاء وقت الشتاء كمان، بس برضو ما شفت الثلج، ما نزل ثلج. فأخيرا الشهر اللي راح رحت كذا مدينة قريبة من اللي أنا ساكنة فيها وفيها ثلج، فرحلة يعني كانت مرة ممتعة، وجربت يعني أول تجربة لي مع الثلج. Yeah, it's fluffy. Look at it. I just did this. It is cold though, so careful about touching it too much. Look, it's like a little powder. You gonna cry? وأنا أسوي الثلج
الصوره اسنو انجل حكي. طيب شفتوا سنو انجل؟ كان مره سهل. يعني ما يبقى له شيء بس حرك رجلك ويديني خلاص. يا فاكتشفت انه اللبس من ناحية اللبس يعني انه ما يحتاج مليون بلوزة ومليون جاكيت. لا بالعكس، يعني بلوزة واحدة يسموها ثيرمال ما ادري ايش بالعربي صراحة، او تكون يعني كذا طبعا اكمامها طويلة ومكفلة من هنا كويس عشان الهواء ما يدخل، فتكون كذا كويسة، وجاكيت من نوع كويس، مو اي جاكيت. في جاكيتات صراحة ما تدفي ابدا، فلازم تتأكد انه يكون جاكيت يعني من نوع كويس. وانا دفعت يعني كان غالي، ولكن قلت يعني واحد جاكيت يقعد لي سنوات كثيرة، يعني واحد جاكيت كويس ويدفيني عشان اقدر استمتع بال
وطبعا لازم يكون عندك جسمة بوت حق الثلج، مو أي جسمة، جسمة حق الثلج خاصة للثلج، عشان كمان ما تبغى تتبلل، وبعدين تدخل الموية في شرابك والشراب كمان يتبلل ورجولك أصابعك تتجمد. ما تبغي هذا الشيء يصير، فلازم تشتروا يعني بوتس، سنو بوتس. بس يعني كانت رحلة مرة ممتعة، يعني طبعا أكثر شيء عجبني هي المناظر الطبيعية، الجبال وعليها الثلج، شيء جميل 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 جدا. وكمان إني أنا يعني لما سبحت كذا وتشقلب على الثلج، هذا كان شيء مرة ممتع. مثلا انت ما تقدري، لا ما اقدر، ليش
نفسي يلا لازم ايش ما تخافي كل شيء راح يكون كويس. خذي نفس وانا اتسلى كذا اخذ نفس. انا ما اخاف الا لما اصير مره مره فوق. بسمع كل مره تسويها مره كل مره كل ما يخف الخوف يروح لانه تشوفي انه it's okay انك تقدري تسوي تتسلقي وراح تكوني اوكي. ف يعني مره يعني تبين لك انت كيف تكلمي نفسك عاده. تشوفي كيف انت تقدري تغيري هذا التفكير وكيف ايش الصوت اللي راح تسمعي له، الصوت اللي يحبطك ولا الصوت اللي يشجعك. هذا شيء حلو في هذه الرياضة. فأحيانا أحس إنه أنا بطيع أو شيء زي كذا، ومن جد أكون يعني لا أحس إني بطيع وبعدين أقول لنفسي لا أوكي شوفي إذا تحس إنه من جد بطيع ويعني خطر إنه في شيء خطر أوكي خلاص انزلي وما يستاهل ما يحتاج يعني تكملي وبعدين تنجرحي صح. فأحيانا كمان لازم تعلمك هذه الرياضة كيف تستمعي لحدسك، تعرفي تميزي بين الخوف اللي الواقعي والخوف اللي مو واقعي. بس فيها فوائد كثيرة، واللي يعجبني كمان فيها انها تحسسني اني قوية. احس اني قوية لما اتسلق لاني انا ما في شيء ثاني اسويه كذا يحسسني اني قوية. انا احب اركب على السيكل والسيكل يعطيني شعور بالحرية مرة حلو اني كذا اروح بسرعة اركب السيكل كذا والحرية، واحب احس بالهواء الجو كذا على وجهي واني استمتع بالطبيعة واتنفس. هذا الشيء يعني البسكليتة تعطيني شعور بالحرية لكن ما تعطيني شعور بالقوة يعني زي التسلق. لما اتسلق احس من جد اني قوية. وطبيعي في البداية انه لازم الواحد يسوي زي التمرينات قبل لا يبدأ. فبداية ممكن ما تحس انك قوية بس بعد ما تسلقي مرة بعد مرة ذاك اليوم يعني راح تبدأ عضلاتك تبدأ يعني تجهز للتسلق. سوالف كثيرة ومواضيع متنوعة وألعاب مشكلة وكل شيء.